والمعلقين كذلك. المعلقين انت راضي عن التعليق؟ لا 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 لا. فده الناس بتشتكي لي حاجه غريبه جدا. انا ما بسمعش الحمد لله عشان بس لما بتكلم على المعلقين ما تقولوش ان انا بتجنى على حد. معلش انا المعلق اللي بيخرج عن النص ويقعد يتكلم انا مش قادر اسيطر وقادر اتفرج بوطي الصوت خالص. بس لكن في معلقين يعني متزنين، لكن مش كل مره يعني. انا مثلا بلاقي المعلق اللي بيريحني، فعشان كده بقول التعليق محتاج لوقفه كبيره جدا من